icy weather. Everything is sparkling. Subhanallah. I'm going to pray Fajr to the mosque, and as you can see the changing color on the floor. It's an icy weather. Well, if you look how it sparkles like stars, and it's actually humidity only, and some cars really looks pretty beautiful. Like jewelry. طبقة من الجليد اللي سببها الرطوبة بس. تجعل السيارات كلها تتراكم عليها الجليد بشكل كبير. سبحان الله، طالع على صلاة الفجر بإذن الله تعالى في المسجد، كل السيارات تتلألأ. هذه ظاهرة جميلة جدا، سبحان الله. طلع تجد النجوم على الأرض. درجة الحرارة اليوم -3 والتروفيل زي ما بسموها -10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.